في إدلب تتضارب أسعار المحروقات بين ارتفاع وهبوط كلما غرد أو صرح أحد المسؤولين في القوى الدولية المنخرطة سياسيا في سوريا. 310 ليرات سورية بلغ سعر لتر المازوت الواحد بعد أن كان 260 ليرة في الأيام القليلة الماضية. مبالغة من التجار برفع الأسعار، هي واحد. الشغلة الثانية، المنطقة اللي بدهم يسافروا عليها التجار لحتى يجيبوا الفيول منطقة خطر، يعني عم بتشكل خطورة على التاجر والسيارة. والمشكلة يعني التاجر لما بيطلع وبيجيب عم بيدفع دولار، يعني ثمن الرزق اللي عم بيجيبه، وإذا لا سمح الله سيارة انضربت أو كذا راح الأول والأخير، يعني خسر التاجر. ارتفاع الأسعار انعكس على مختلف نواحي الحياة، المولدات الكهربائية ووسائل النقل وصولا إلى الماء، كلها تتأثر طردا مع ارتفاع أسعار المحروقات. احتكار بعض التجار وغياب الرقابة إضافة إلى السبب الرئيس وهو العملية العسكرية المرتقبة شط الفرات، ما يجعل المنطقة خطرة على التجار وشاحنات النقل. هلأ رفعوا علينا المازوت، بتروح مثلا بتعبي من ملهن المي، عرفت عليك، بيقولوا لك صار المازوت ب 310، احنا بدنا نعبي لك سيارتك، بدنا نعبي لك اياها ب 1000، صرنا نعبي لك اياها ب 1300 مثلا، عرفت عليك؟ شو تم لك انت هيك؟ بدك تروح عند الزبون تبيعه ب 1200، ما ضل لك شغل منوب انت هيك، صرت عم تحط من مربحك انت، يعني مربح سياره بزا بربح 1000 بدي احط مربحك، ما اشتغلت بمربحي بدي اقعد ببيتي انا. المحروقات عصب الحياه في الشمال السوري، لا سيما مع قله الخدمات وتقليص المنظمات الانسانيه دعمها. ومع تضارب الأنباء حول موعد بدء العملية والوقت المقدر لانتهائها، يبدو أن للتجار الكلمة الفصل للتحكم في عصب حياة أكثر من 3 ملايين نسمة في إدلب.